عهد سيدنا موسى كان في أسرة مكونة من زوجين وأربع أولاد، وكانوا بيعانوا من الفقر الشديد. وفي مرة قاعدين بيفكروا نعمل إيه في الفقر ده، فالست قالت لجوزها طب ما تيجي نروح لموسى كلمه الله ونشتكي له من الفقر ده ونسأله الغنى. الراجل قال لها يلا نروح له. فراحوا لسيدنا موسى واشتكوا له من فقرهم. فراح موسى يكلم ربه ويطلب منه الغنى للناس دي. فربنا قال له يا موسى قول لهم إني هغنيهم من فضلي بس سنة واحدة بس، ولو السنة خلصت هيرجعوا فقرة زي ما كانوا. فموسى قال لهم اللي ربنا قاله وإن ربنا استجاب لهم وهيغنيهم سنة واحدة بس. ففرحوا جدا والرزق بدأ ينزل عليهم ويجيلهم في كل حتة وبقوا من أغنياء القوم. فالزوجة قالت لجوزها ما تنساش إننا هنفضل كده سنة واحدة بس وبعدها هنرجع لفقرنا. الله قالت له احنا لازم نعمل حاجة تنفع الناس عشان لما نرجع فقرة الناس تفضل فاكرانا الحلو ويعطفوا علينا. فبنوا بيت كبير على الطريق للمسافرين اللي داخلين المدينة، وكان فيه 7 طرق. ففتحوا 7 أبواب في البيت وبقى يستقبلوا الناس ويخدموهم ليل نهار. وسيدنا موسى شايف حالهم يوم بعد يوم لحد ما السنة خلصت والناس زي ما هي غنية وبيساعدوا الناس في البيت. فتعجب موسى وكلم ربنا يا رب انت اشترطت عليهم سنة واحدة بس ودلوقتي دخلوا في سنة جديدة وما افتقروش. ربنا قال له يا موسى انا فتحت لهم باب من ابواب رزقي. ففتحوا 7 أبواب يرزقوا فيها عبادي. يا موسى ايكون عبدي اكرم مني؟ سبحانك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الارحمين. خدت بالك؟